manipuli hedef atın korusay. Şunlar efendim. Hadi şu hne fi 4000 ton دخلت البارح الميناء وهران، وحبيت ناكد بلي هذه الشحنه تدخل في اطار التمويل العادي للسوق بالماده الاوليه اللي هي ماده الحليب، اللي تدخل في اطار انتاج الحليب المدعم للمواطنين اللي يتباع ب 25 دينار. كذلك حبيت نطمئن المواطنين انه الماده الاوليه لانتاج الحليب موجوده، وموجوده بكميات لازمه. المهمه تاع ضبط السوق، المهمه تاع ضبط السوق تاع الحليب اللي متكفله بها، يتكفل بها الديوان الوطني المهني للحليب، تمشي تسير على برنامج سنوي، برنامج استيراد غبرة الحليب، وبرنامج توزيع للبلبانات. حتى الوقت هذا الحالي اللي رانا فيه اليوم، البرنامج هذا راه يسير بطريقة عادية. الظروف الاستثنائية هذه سهلت لنا الأمور تاع الجمركة واستلام المواد عبر الموانئ.